استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر بقصر سموه بالرفع معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة وتنمية المعرفة بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة والوفد المرافق، وذلك بمناسبة زيارته للبلاد لتقديم التهنئة لسمو رئيس الوزراء بمناسبة نجاح الفحوصات الطبية التي أجراها سموه مؤخرا والتي تكللت بحمد الله بالنجاح بما يعكس النموذج المشرق الذي تمثله العلاقة الوثيقة التي تربط البلدين وشعبيهما الشقيقين على كافة الصعد الاجتماعية والسياسية. وخلال اللقاء أعرب صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء عن الاعتزاز باللفتة الأخوية من دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة بحرص معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان على تهنئة سموه بنجاح الفحوصات الطبية، مما يؤشر على مدى خصوصية العلاقات بين البلدين الشقيقين ورسوخها، مؤكدا سموه بأن زيارة معالي وزير الثقافة وتنمية المعرفة تؤكد على قوة الترابط الأخوي البحريني الإماراتي الذي انعكس إيجابا في تقوية التعاون السياسي والاقتصادي بين البلدين. وأكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بأن العلاقات التي تربط بين مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة تشكل نموذجا متطورا في العلاقات بين الدول، فهي علاقة ممتدة في تاريخ البلدين وتتميز بأنها دوما في حالة نماء وازدهار، معبرا سموه عما تكنه مملكة البحرين حكومة وشعبا من محبة وتقدير واعتزاز لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وقيادتها الحكيمة وشعبها الوفي في ظل العلاقة المتميزة بين البلدين، وما أظهرته الإمارات رئيسا وحكومة وشعبا من مواقف مشرفة تجاه مملكة البحرين ستظل حاضرة في قلب ووجدان كل بحريني. وأشاد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بما يجمع بين مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة من أواصر محبة راسخة تحظى بدعم من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى وأخيه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وبإسناد حكومتيه على مختلف الصعد في دعمها وتنميتها والارتقاء بمستوياتها بما ينعكس إيجابا على البلدين وشعبيهما الشقيقين. واستعرض صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء ووفد دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة مسار العلاقات التاريخية الأخوية بين البلدين، حيث تم التأكيد على الحرص على استمرارية هذا النسق المتقدم من العلاقات بما يعزز التعاون الثنائي بينهما ويدعم منظومة مجلس التعاون. وكلف صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وزير الثقافة وتنمية المعرفة بنقل تحيات سموه إلى القيادة الإماراتية وتمنيات سموه للدولة الشقيقة المزيد من التطور والنماء. ومن جهته هنأ معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على نجاح الفحوصات الطبية التي أجرها سموه مؤخرا وما شكلته من فرحة لدى شعب البحرين ودول المجلس، بما يعكس بما يشكله سموه من قيمة ومكانة عالية لدى الجميع، مشيدا بدور سموه الرائد في بناء نموذج متقدم للعلاقات البحرينية الإماراتية وفي تعزيز آفاق التعاون بين دول مجلس التعاون.